دلوقتي في حاجتين اساسيتين بتعملهم في اي راوتر عندك في البيت، مثلا عايز تقوي بيه الشبكه او الراوتر قديم عايز تقوي بيه تربطه مع الراوتر اللي عندك اللي في البيت عايز تحطه معاه بحيث انه يوزع الاشاره على مكان مثلا في البيت ما فيش فيه شبكه، تمام؟ فالحل انك هتجيب الراوتر القديم وتوصله بالراوتر الجديد وتعمل الاعدادات دي. شرط اساسي عشان تعمل الموضوع ده تعدل في الاي بي بتاع اللان وتعمل ديسيبل للدي اتش سي بي، توقف الدي اتش سي بي. ده شرط اساسي في عمل اي شبكه داخليه براوتر قديم عندك توصل براوتر اساسي بالسلك. ده شرح موجز. عايز تعرف التفاصيل هتلاقي الرابط عندك تحت في صندوق الوصف بتاع الفيديو اللي انت بتشوفه الوقت دوت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.